على أحوال الطقس مع موبيليس. أمسية طيبة للجميع مشاهدينا الكرام. مصلحة الأرصاد الجوية ترتقي بيوم الغد بعض الأمطار على المناطق الغربية، بينما أجواء مغشاة على المناطق الوسطى والشرقية. السحب تكون أكثر كثافة على منطقة الصورة مع احتمال سقوط بعض القطرات من الأمطار، لكن الرياح بالموعد رياح قوية ضمن التيارات شرقية شمالية شرقية تصل إلى 60 كيلومتر في الساعة، مثيرة لزوابح رملية على منطقة تندوف أدرار عين صالح وحتى على غردية. درجة الحرارة خلال هذه الليلة تبقى باردة على المرتفعات والهضاب، 3 درجة تحت الصفر وكأدنى مقياس على باتنا وحتى على سطيف، 6 درجات هنا بالعاصمة تقريبا نفس المقياس على بشار، 12 درجة على الصحراء الوسطى وحتى على أقصى الجنوب. خلال ظهيرة الغد درجة الحرارة القصوى تبقى معتدلة على المناطق الوسطى والغربية، 21 درجة كان المقياس على غليزان، معسكر، شلف حتى على عين دفلة وتلمسان، 20 درجة على وهران وحتى هنا بالعاصمة، 17 على تيزي وزو وحتى على بجيس كيكدا عنبة والطارف، تنخفض إلى غاية 12 درجة على المشرية نعامة والبيض، مقاييس ما بين 17 إلى غاية 19 درجة وذا على شمال الصحراء، 30 درجة كان المقياس على الصحراء الوسطى وحتى على أقصى الجنوب. البحر يوم الغد يبقى هادئ على السواحل الشرقية، قليل الاضطراب على كل من السواحل الوسطى، يتحول إلى مضطرب خلال أواخر النهار على الجهة الغربية، رياح معتدلة تصل 40 كيلومتر في الساعة، بينما ضعيفة تماما على المناطق الساحلية الوسطى وخاصة الشرقية. خارج الوطن إلى بعض عواصم أمريكا الشمالية، أمطار مع ثلوج بفانكوفر، توبيكا ثلوج، أمطار على دالاس، بينما سحب أحيانا كثيفة على شيكاغو، أجواء متقلبة على ميامي واشنطن نيويورك وحتى على موريال، درجة حرارة منخفضة وخاصة على موريال 11 درجة وهذا تحت الصفر، ترتفع جنوبا لغاية 27 درجة على ميامي. أما عن وقت شروق الشمس ليوم الغد على مستوى العاصمة سيكون في حدود 7:33 دقيقة. شكرا على المتابعة، في أمان الله. قدمت لكم موبيليس الأحوال الجوية.